نعم قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل إن صلاتي أعمالي البدنية ونسكي أعمالي المالية، يعني عبادات مالية وبدنية لمن؟ لله رب العالمين. مثال الصلاة مثال للأعمال البدنية، والنسك الذبح مثال للأعمال المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الذي له أن يتحكم في، سواء كنت حيا أو ميتا، الله سبحانه وتعالى. يعني ما صح أقطع إصبعي وقل هذا ملكي، لا ما هو ملكك هذا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أنداد ولا أصنام. وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أول من أسلم في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عليه الصلاة والسلام أعلى الأمم إسلاما وانقيادا، ويصح الجمع. نعم. وقوله فصلي لربك والحر، اجعل أعمالك البدنية والمالية لله سبحانه وتعالى. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله، محبة وتعظيمة، شرك أكبر. لعن الله من لعن والديه، يلعن والديه مباشرة أو متسبب، يسب أبا الرجل فيسب أباه. نعم. لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا ضمه إليه وحماه ومده بالطعام والسلاح والماء. والإحداث إما إحداث في الدين أو في شؤون الأم. إحداث في الدين خوارج اليوم، لو تعرف أحد من الخوارج ما يمكن تسكت عنه، لو تسكت جاءك هذا اللعن الذي في الحديث، كيف تسكت عنه؟ أو إحداث في شؤون الأمة، سارق، لص، قاطع طريق، ما يمكن. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لابد نتعاون إخواننا مع الحكومات الآن في قضاء على هذا، في الإحداث في الدين خاصة. نعم. لعن الله من غير منار الأرض، غير منار الأرض يعني الحدود، مراسيم يضع الحدود الآن، فهذا يغيرها إما بتقديم أو بتأخير، طبعا بغير حق، لكن لو ذهب إلى المحكمة وبحق وغيروا له بالحق وبالنظام وبكذا يصح طبعا. نعم. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب ان هذا الحديث يقال عنه انه ضعيف، سأشرح الحديث على اعتبار انه صحيح. نعم. وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في ذباب فيه هنا سببية، يعني بسبب دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق، قالوا كيف ذاك؟ الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا العلم، أرادوا العلم والعمل. نعم. قال قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب. نعم. إذن هؤلاء في الطريق، سد الطريق، أي واحد يمر من الطريق يلقى القبض عليه، تقرب يتركوك، تريد الرجوع، حتى لو تريد الرجوع يقتلوك، ما في مفر. مثل داعش اليوم، داعش أي واحد التحق بداعش إذا دخل لا يخرج، مفهوم هذا معروف، لا داعي لأن نشرح أصلا، مفهوم. إما أن تبقى على المعتقل أو تقتل. نعم. فقالوا لأحدهما قرب. نعم. قال ليس عندي شيء أقرب، يعني هنا الآن اعتقد جواز الذبح لغير الله محبة وتعظيما، إذن هنا أشرك شرك أكبر. نعم. قالوا له قرب ولو ذبابا. قال قرب ولو ذباب، الذبابة مثل البعير لا فرق، إذا اعتقد الذبح لغير الله ذبابة مثل ما يقرب بعير. ولهذا بعض الناس يعني يهون من الشرك، يقول يا عمي والنبي شيء بسيط، والنبي أمر عادي، أخي عددنا نقول والنبي شرك أصغر، كيف تحلف بغير الله؟ نعم. قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه اعتقد الذبح لغير الله دخل النار. نعم. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم. هذا على أن الأمم السابقة ليس عندها إكراه طبعا، أما هذه الأمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. إن صح الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. عندنا إشكال هنا،
بعد أن ذكر الذبح أراد أن يبين لك أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لأن عندنا اليوم يقول عيد رأس السنة، طيب عيد الحب وعيد الأم، يقول أنا ما لي علاقة بس بجيب هدية لأمي في عيد الأم، وعيد الحب أجيب هدية لزوجتي. يقول لا، طالما جاء في نفس الوقت إذا أنت الآن متشبه بمشكلة، حتى وكان هذا في بيتك، قال أنا أحتفل أنا وأولادي في بيتنا فقط بعيد رأس السنة، عيد الكريسماس، عيد المهم عيد الشياطين وعيد لكل شيء. أنت ما تعرف عيد الحب، عيد الحب عيد الأم مثلا، عيد الأم هم هؤلاء الكفار صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني لهم تواصل مع أمهاتهم، فجعلوا لهم عيد يوم في السنة يشوف أمه، وإحنا الحمد لله غير هذا صح؟ ما مشك علاقة أنت بهذا بعيد الحب عيد عيد الشياطين. نعم، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كيف إذا شارك هؤلاء في أعياده واحتفالاته؟ هو يريد يذبح لمن؟ لله، لكن المكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن تكثر سواد أهل الباطل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. نعم، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، لا تقم فيه أبدا مسجد ضرار، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار. لماذا؟ لأن المسجد أسس على الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة. ويا أهل الخليج انتبه، أردت تبني مسجد، أول شيء قبل بناء المسجد لابد أن تحدد لجنة المسجد، إمام المسجد ومؤذن المسجد ومن يقوم في هذا المسجد، يقيم التوحيد والسنة في المسجد. انتبه لا تبني مسجد ضرار، مفهوم مهم جدا. قبل أسهل شيء بناء المسجد، لكن أهم شيء من يقول في هذا المسجد، انه ممكن تبني مسجد ضرار كفر وارصاد وتفريق ومحارب. والله اتصل بي واحد من اهل الخليج وقال في عندي مسجد بنيته في مكان كذا، اريد تذهب اليه. قلت طيب اعطيني رقم هؤلاء. حاولت معهم قالوا ما تاتي تدرس توحيد ابدا عندنا، تبغى تدرس الشرك تعال. هذا معنى الكلام. اتصل بواحد من اهل الرياض مره كنت رايح للسودان، واتصل بي والله قال أنا سمعت أنك رايح السودان. قلت إن شاء الله رايح. تبغى شيء؟ قال والله عندي خدمة. تفضل إذا استطيع إن شاء الله أصنع لك. قال بنيت مسجد في السودان واتفقت معهم على لجنة المسجد والمسجد وكذا، والمسجد الآن كله صوفية ويرقصوا فيه. قلت طب أنا إيش أصنع؟ قال اهدم المسجد. قلت كيف؟ قال تهدم المسجد، والله أنا لا أبني مسجد ضرار. قلت اتفقنا، أنا فهمت القصد. وصلت السودان، أول ما جاني هذا المندوب قلت فلان بنى مسجد هنا؟ قال نعم. واتفق معكم؟ قال نعم. ودفع رواتب؟ قال نعم دفع رواتب للإمام مؤذنك. قلت المسجد الآن؟ قال أخذوه الصوفية. قلت خلاص أنا أبغى أروح للمسجد. قال ليش؟ قلت تهدمه. قال من جدك تهدم بيت من بيوت الله؟ قلت هذا ما هو بيت من بيوت الله إذا كان في صوفية وفي رقص وفي كذا. قال أعطيني فرصة. قلت كم يوم؟ قال 3 أيام. قلت خلاص معك فرصة 3 أيام. والله 3 أيام اتصل بي وجاني وذهبنا المسجد، طرد الصوفية والمسجد في دروس والحمد لله. قلت من الأول. وانت لو تسمع الآن بعض الفرق الضالة قال الحمد لله، يقولهم أهل الخليج يبنون ونحن نأخذ كل شيء والله ونحولها إلى كنائس، والله معابد، والله والله الذي لا إله إلا هو، بعض المساجد يأخذوها ويحولوها كنائس ورقص ولعب وشرك وقبور تدفن في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. نعم، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان، وقال هو قريبا من منطقة عندنا اسمها ينبع على البحر. نعم، يعرفها شباب الجامعة. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر؟ هل كان يعني انتهى، كان فيها وثر؟ هل كان فيها عيد؟ لماذا؟ لأن الذبح الآن هنا قد يثير الأمور الشركية التي مضت وانتهت. لأن عندنا الآن مثلا بعض الناس يقول نريد نصنع بعض الأعياد التي كان عليها الفراعنة، صح؟
عيد شم النسيم، والله صدق هذا عيد للفراعنة، وكانوا يذبحوا عروس أجمل مرأة يقدمها قربان للنيل. إلى اليوم في أثيوبيا يصنع هذا، والله يا إخواننا يعبد النيل، والله الذي لا إله إلا هو إلى يومنا هذا، والله منبع النيل أثيوبيا صح، إلى اليوم يعبد النيل إلى يومنا هذا. فالأمور البدعية في بعض الناس تريد، قال التاريخ، وهنا مكان كان فيه كنيسة، ونريد فقط أن الناس تعرف أنه هنا كان يعبد الصليب وكان يعبد كذا ويعبد كذا، وعندنا في هذه الأيام قبور تخرج، قال هذا قبر نبي الله عليه الصلاة والسلام فلان، ما يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر من؟ نبينا محمد هو الذي يعرف، غير هذا ما يعرف قبر نبي. وبعض الدول من أجل السياحة الآن قبر فلان وقبر فلان، حتى لو نعرف قبر فلان إيش نصنع؟ قال هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. كان فيها عيد؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك، يعني لو قال نعم كان الإجابة لا تفي بنذرك، مفهوم؟ وش نبغى في هذه الآثار أصلا؟ وبعض الناس اليوم في الواتساب يرسلوا رسائل، وهذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب، 1400 سنة ودخل جلس، حتى لو جلس أين الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ ما أحيوا هذا المكان. وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان الجلوس والتعبد؟ قصد المسجد النبوي، قصد المسجد الحرام، قصد منى، عرفة، مزدلفة، ثم لم يقصد هذا المكان بعين، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. واليوم يرسل رسائل وقال هذا، ويطلع واحد يتكلم وقال هذا من الآثار النبوية ونسيها الناس، والآن نحن نذكر الأمة بالشرك. والله هو هذا معنى الكلام، نريد نبعث الأمور الشركية التي مضت وانتهت بهذه الوسائل اليوم. صحيح، وقبر فلان وقبر فلان، واحد قال لي وفقني الله بأن أبني مسجد على قبر من نبي من الأنبياء والرسل عليه السلام. من؟ والله ذكر لي اسم، ما هذا الاسم ليس موجود حتى في الكتب الخرافات، اسم نبي، قال أنا وفقني الله بنيت المسجد على القبر. حسبنا الله وكفى. نعم اي والله حسبنا الله ونعم الوكيل. نذر رجلا ان ينحر ابلا ببوانة، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. في معصيه يقول لله نذر، مثلا ان يعني مثلا اقتار، او فيما لا يملك ابن آدم، يقول لله على نذر أن تصدق بنظارة فلان ولا أملكها. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر، كالحلف بغير الله في اللفظ، لكن في الحكم شرك أكبر، لأنه نذر لهذا لأنه يعظم. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر مدح لمن؟ للمؤمنين. إذن دليل على أنه عباد، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، لكن الإنسان لا ينذر لأنه لا يأتي بخير، قال به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتنفذ بالنذر عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. باب من الشرك الاستعانة بغير الله. استعانة، استعاذة، استغاثة، شفاعة، دعاء، شيء واحد. يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب، اختل شرط شرك. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل من خاف شيئا من غير الله خوفه الله به وسلط عليه. تخاف من الجن
ايش تصنع؟ اعوذ بكلمات الله التامات، لا تنام وحدك، تاخذ بالاسباب. اما تذبح تتقرب تستعيذ بهم كان الجزاء من جنس العمل، فزادوهم رهقا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. يقول القرطبي رحمه الله: قد جربت ذلك حتى أني دخلت إلى منزلي ذات يوم ولم أقل، ما قال الدعاء، فلدغتني عقرب. يستدل أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وإياكم منهم بهذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقول أنه كلام الله مخلوق نقول استعاذة بالمخلوق، نقول شرك أكبر. إذا خفت ماذا تقول؟ يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو تقول أنه كلمات الله مخلوقة فهذا معناه أنه هذا شرك أكبر، ولو تقول أنه كلمات الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته فهذا معنى أنك موحد ومثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ويصح الاستعاذة بالله بأسمائه وصفاته. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. خلاص هذا آخر باب في هذا القسم. نعم. يستغيث أو يدعو، قلنا استعانة استعاذة استغاثة شفاعة، بابها باب الدعاء. يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام عصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. لا يقع في الشرك عليه الصلاة والسلام. قال: فإن فعلت، وقدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، كان من الظالمين، إذن غير من باب أولى. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. نعم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. الأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا، أصل الكلام أن تقول فابتغوا الرزق عند الله. الآية كانت فابتغوا عند الله، يعني لا عند غيره، حصر تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر. فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق. ولهذا بعض الناس يقول: ماذا صنع لنا الحكام؟ ماذا صنع لنا الخليج؟ أين العروبة؟ أين كذا؟ ضيعنا الحكام كل أموالنا. إيش لك علاقة بهم؟ فابتغوا عند الحكام الرزق؟ عند السلاطين؟ لا، فابتغوا عند الله لا عند غير الرزق. ثم قال إيش قال بعد هذا؟ عبدوه. إيش علاقة العبادة؟ العبادة هي سبب لفتح باب الرزق. انتبه لهذه المسألة. بعض الناس قال: أريد هاجر إلى أوروبا. هذه هجرة؟ هذه ما هي هجرة. قال: يا أخي هجرة. يا أخي كيف تكون هجرة؟ هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: ما في وظائف، أريد أبحث عن وظيفة. كيف وظيفة؟ إنما عند الله لا ينال بماذا؟ بمعصيته. وكيف تريد تكون مستجاب الدعوة؟ وكيف تبقى مع الكفار؟ طب الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ إن الله هو الرزاق، وابتغوا عند الله الرزق واعبد. إذن العبادة سبب لفتح باب الرزق. واحد من المشايخ ولده تخرج من الجامعة، ولما الولد سبحان الله بدل يشتغل في الشريعة وفي الإمامة وفي تعليم الناس بدأ يشتغل في إيش؟ في التجارة. فأبوه قال: تعال تعال يا ولد. كان إيش فيه؟ كان اسمع، أنا أمامك الآن اشتغلت بالحمد لله بالعلم والتعليم، الحمد لله كل شيء عندي، وش تبغى؟ تعال خليك في الدعوة في العبادة لله، يفتح الله عليك. نعم، في أول الأمر لازم إيش؟ ابتلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أصدقاء الشيخ بن عثيمين مثلا، أصدقاء الشيخ بن عثيمين اللي كانوا مع بن عثيمين أيام الصغر أيام الطفولة يلعبوا، كان بن عثيمين يلعب؟ لا، كبر الشيخ وكبر هؤلاء. الشيخ بن عثيمين عنده بيت وزوجة وأولاد
وسيارة وجاه، صح؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الدوس الأعلى من الجنة. والناس إلى يوم كان تثني عليه، صح؟ أين أصدقاء بن عثيمين كانوا في الصغر اللي نشأوا معهم؟ وين؟ ذهبوا مع التاريخ. لا، ما ذكر في التاريخ أصلا، صح؟ إذن إخواننا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ومن يتق الله أجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. إذا عبادة سبب فتح باب الرزق، واعبدوه ثم قال واشكروا له. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم، ومن أضل يعني لا أحد أضل، أو لا أحد أضل في هذا الباب. يدعو من؟ يدعو من لا يستجيب. طب ممكن يستجيب؟ قال لا، إلى يوم القيامة. طب هو يدري عنه؟ قال لا، وهم عن دعائهم غافلون. طيب، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني أربع أشياء الآن تدل على أن هذا أضل الناس. كيف يدعو من لا يستجيب؟ طب ممكن يستجيب؟ قال لا يستجيب أبدا. طب ممكن يدري عنه؟ قال لا يدري عنه. طيب يوافق؟ قال لا، حتى يخالفه. وينكر هذه العبادة. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إقرار عبدة الأوثان، عبدة الأوثان، إقرار عبدة الأوثان أنه لا يخلصهم مما نزل بهم إلا من؟ إلا الله. ولذلك في الشدة يدعون الله مخلصين. إذا كان لا يخلصك في الشدة، إذا من باب أولى لا يعبد هذا في الرخاء. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال يعني إذا كان هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد اليوم في إذا، مفهوم؟ نعم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هل تصح هذه الاستغاثة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر، نعم، لا قال وقادر، نعم، يسجن هذا أو يدعو عليه ويعتقد أن السبب، لا نشك في أن الصحابة يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشيخ. فأتي واحد إلى الشيخ يقول يا شيخ أنا مريض تعبان أريد أن تدعو لي، إيش يقول الشيخ؟ يقول عندي وأنا أدعو لك؟ يقول اسمع، أنا وأنت كلانا مفتقر الله، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وكيف الدعاء عبادة؟ كيف تترك عبادة الله وأنا أعبد عنك؟ وإذا كان عندك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك ما استجاب، لابد تفتش عن المانع. تعلق الخلق بمن؟ ما عندنا مثل ما يصنع المتصوف الولي، هو الذي يعبد، هو الذي هو كذاب أصلا، أنا عارف كذاب، نعم، ما يصنع شيء، لكن يأخذ أموال الناس بالباطل وقال أنا أدعو لك كذا، وإذا تريد دعوة في آخر الليل في الثلث الآخر مع دمعتين تزيد في السعر قليلا، نسأل الله عليه السلام. نعم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا هو التوحيد، تعليق الخلق بالخالق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.